أنا هلأ لقيت الفكرة. كبير القرية أكيد رح يعصب كتير وقت يسمع إنه الكل وقفوا ضد أخوه، كمان طردوه من القرية وقت يعرف إنه مرته الحلوة وحبيبته كاملة ورا هالشي، وقتها هو أكيد رح يتضايق ويفقد عقله على الآخر. وأساساً في توتر بالبيت، وقت اللي رح يشوف الكل هون زعلان رح يعرف الكبير لحاله إنه في شي مو طبيعي صاير هون بغيابه. بس هيك، وهون وقتها أنا رح أتدخل فوراً، وكمان رح خلي الكبير يعصب أكتر ما هو معصب. هو ما رح يسمع لأي حدا ولا رح يسمع لخالتي كاملة. أنا واثقة وقتها إنه رح يروح ويرجع أخوه عالبيت. كايلاش رح يوقف بوش الكل لحتى يرجع راغوفير عالبيت مرة تانية. خالتي، أنت لحد هلأ ما طلعتي ولا بفكرة. أنت مو شاطرة غير تشتكي إنه لهلأ ما عطيتك ولا فكرة، ها؟ شو المشكلة إذا لهلأ ما لقيت فكرة؟ بس على أكيد أنا رح لاقيها قريباً. أنا بعرف كيف فينا نمنع كايلاش يرجعه عالبيت. وكيف؟ رح ندفع حياتنا. شو؟ تماماً. أنا وأنت هلأ لازم نقدم تضحيات. شو عم تحكي خالتي؟ راغوفير، لاكي، شو وينكن يا جماعة؟ كاملة؟ عمي؟ وهلأ بتمنى أني أنجح. شو وين الكل؟ حط هدول هون. عمي؟ أهلين بنتي. كيف احتفال الزراعة؟ ماشي الحال، كان كتير حلو، قضينا وقت حلو مع بعض. بس ليش البيت كئيب كل هالقد بنتي؟ وين الكل؟ ما شفتهم. راغوفير وين؟ شبا أنتي ليش عم تبكي؟ قولي شو اللي صاير؟ اللي صار يا عمي، أنت رح تزعل وقت تعرف شو اللي صار. لك لا تلفي وتدوري، خبريني شو اللي صار. عمي راغوفير ترك البيت نهائيا. ما عاد عايش معنا. بابا شو هاد؟ بيال شو عم تقولي؟ انت ما بتعرف انه اجتمع اعضاء المجالس تبع القرى الخمسة ونفوه من سيرسا. هن النفوه؟ شو هالحكي الفاضي اللي عم تقولي؟ يلا خبريني بالتفصيل شو صار. عمي يعني ما عندك خبر باللي صار بالمرة؟ خالتي نظمت مطبخ شعبي. سيد راغوفير، اللي شو اللي عم يصير هون؟ هو انحظر من مدرسة المصارعة بسيرسا وهلأ هو عم يتدرب هون ورح يبلش يصارع ببكري وال؟ هذا اللي صار يا عمي. وعقوبة السيد راغوفير سينك هي هو وعائلته لازم يتركوا سيرسا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.